اهلا وسهلا بكم اصدقائي وحبايبي. اليوم طبعا عيد راس السنه، راح انزل لكم فيديوهات ان شاء الله مال العيد مال راس السنه شلون صار وكذا. بس الفيديوهات يعني الشغلات مال التيك توكيات هاي التصوير ما راح اصورها، بس انزل لكم مقطع ويا هذا المقطع، مقطع صغير هم تدخلون تشوفوه. طبعا هاي وراي اسعاف لانه هذا هنا واحد اختنق بالضربه مال الضربات من ذي الضربات، فجت الاسعاف راح تاخذه. طبعا راح اصور لكم بعد شوي شلون تصير الضربات اللي هنا الحلوه، هاي التقطاقيات انا مو كلش احبها ضدها، بس راح احاول اصور لكم اياها. ومثل ما قلت لكم راح اخلي لكم اياها فيديو صغير عن اللي راح يصير بالمركز مال المدينه اللي هناك. انا هنا عماتك ويمي فوقو هناك، هي احنا برلين كلها راح تشتغل شعل هاي الطاقات. وكل عام وانتم بخير وسنه سعيده، سنه سعيده عليكم ان شاء الله وبصحة وعافية، وإن شاء الله ظلون ويانا دائمين على قناة From Inside Germany. وإن شاء الله هاي السنة الجديدة راح أصور لكم فيديوهات كلش حلوة ومفيدة. وتحياتي لكم، معكم كان أخوكم مصطفى من ألبانيا. هذا هاي ابن السنة رايحة لمركز المدينة وصورنا هناك الاحتفالات الصايرة، لأنه قلت ليش أقام البيت. أنا يعني أخاف من هاي الطلقات مو كلش أحبها وأنا ضدها، بس راح أروح أصور لكم الاحتفالات اللي صايرة بمركز المدينة مال برلين واللي يمي من بيت همات. يلا خليكم ويانا، هسه انا بكون طالع بالطريق شويه وراح اوصل ان شاء الله. شوفوا هاي كلها لازم ندقها مشي كلش هواي، وبعدين يلا نوصل. طبعا الكاميرا دا تتحرك لانه دا امشي، بعد شوي اوصل. بعد شوي هو راح تبدي ذول يبيعون هذين حلوات تلبسهن كذا. شوفوا عيني، أنا كل سنة أشتري من ذن التقطاقيات، بس هاي السنة ما اشتريت، ما غالية ليش أشتريها. هسا احنا كل هذا مشي يلا توصل للمركز مال المدينة. قبل شوي شفنا ناس من قطر، أنا دا أمشي سريع لذلك الكاميرا تتحرك، بس هو فلوق يعني لازم يتحرك. شو أسوي؟ هناك كلش حلو. هسه احنا رايحين هذا المكان مال هاي الطقات اللي تصير، يعني فد شي. شوف هذا قاعد يلم بالزبالة، هذا اليوم مالته. اسمع هذا هيك بعدين مشتعل، شو طفل مشتعل. هذا احمد صديقي، شوف ايش حاط براسه. هاي طبعا اليوم شويه اشواح حلوه، خطيه تعب من المشي. راح تشوفوا الناس كلها انجمعت هنا وانسدت، سدوها. تعال وياي. هاي شرطه حاطيها هواي كل الاماكن، الشرطه.
الشرطة وكلها تروح نتوسل في المطبخ. لا لا تمام. بس السيد يزعل. شوف هاي من الشرطة دي يضربون. طبعا حاليا سدوها، لذلك راح نبقى هنا نصور لكم الطقطقيات اللي تصير لان سدوا الشارع كله، ما راح نقدر نطب تأخرنا. يلا خليكم يعني ان شاء الله تعجبكم. Nur nach Hause, nur nach Hause. هذا خبى العالم سادية وسادية. شو يقول لك ياسر؟ وين يجي؟ ريج قال يجي احسن لك، يبقى يروح لغير مكان. ماكو سادية. زين هم ساعة 12 بس ساعة 10 بس شوي اروح حتى قبل 11 انتظر ان شاء الله. اريد اشوف مكان يضربون بي اكثر، هذا قليل. لا هسه هذا هو هنا وهسه حقيها فد شوية. هاي فد شوية كلت عليك اكيد. شوف هاي التعبانة. شوفوا الناس قاعدة هنا كلها، وش اسمه هنا يصير الشرطة وضرب. بس هاي سادي كله، هذا كان هاي الناس قاعدة هنا، هذا الشيء كلش حلو. هذا مال برلين، البوابة هناك صايرة بس سدوها، ما قدرنا نطب للأسف الأسف. بس أحاول نصور لكم هسه كل برلين، هي كل برلين تصير كلها بس ضرب، ما يعجبني يعني كلش. بس ان شاء الله يعجبكم هالشي. اجينا للساحة الثانية. اجينا للساحة الحيوان. هاي شنو هاي؟ ها؟ دالي درجك التعبان هذا. اسمع يا تسمع. هاي بالنايكون تلقى 30,000 وحدة منها. هتشي بسهولة عندهم يشتروها. هاي. هذا زون علي. زون علي هذول. بس عليه بتبزونه.
هو بنحكي من السيف جميل. حلو حلو. يلا 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 طلعوهم طلعوهم كلهم. هذا مسدس. بكيني برلين. ها؟ بكيني مال برلين. شنو؟ طبلة بكيني مال برلين. شنو هذا؟ وانا اعرفه حتى طبلة. والسيد يوم ما السيد. قل لها كل قوتك؟ بلاش خليني هنا احسن. يلا شبعوا طلقات اليوم. هذا صاروخ ابو الدبة اسمه. والله ما يخاف من الرعب. جايبين صواريخ هوش جاردنز. طلعت الدنر من راسه. يا دنر ما في دنر. وين هذا؟ ده يضرب عليه الدنر وطلعت من راسه. ضرب وين؟ يلعب
طبعا احنا ببرلين الافرع والشوارع مال برلين يصير بيها الطلقات والصاروخيات هذه الصوتيات اكثر من ما انت تروح بالمركز مال المدينه. هنا يصير اكثر بهواي، وطبعا الشرطه متواجده. هاي الشرطه مثل ما تشوفون الشرطه دائما متواجده. او شوف هاي بالافرع مال البيوت، بس هي بس هالساعه الساعتين يعني وتخلص، ما مو للصبح، بس الساعة ساعتين. هاي عندك شوارع برلين بالأحياء، تشتعل شعل الأحياء. انتم بخير وان شاء الله ظلوا ويانا على قناة From South Germany. هسه صارت عندنا الساعة 12 حاليا ببرلين بألمانيا، وهسه احنا دخلنا سنة 2020. هاي لعيونكم
هاي العيون انسايد جرماني فروم انسايد جرماني المتابعين لعيونكم. يلا راح نشاوركم بعد واحدة بعد اشتردون.
يلا حبايب، هاي الحلقة كانت مع اليوم، إن شاء الله عجبتكم وتحياتي لكم. كان وياكم مصطفى from side Germany من ألمانيا. تحياتي لكم جميعا، مع السلامة.